السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم بكمل معاكم حل محافظات 2017 ومعانا النهاردة محافظة بور سعيد السؤال الأول بيقول لي اكتب المصطلح العلمي التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن والاجابه هي سرعه التفاعل الكيميائي. حاله الموصل الكهربيه التي تحدد انتقال الكهربيه منه او اليه، الاجابه هي الجهد الكهربي للموصل. اجزاء من الدي ان موجوده على الكروموسومات وتتحكم في اظهار الصفات الوراثيه، والسؤال ده متوقع أنه يجي في معظم المحافظات. والإجابة هي الجينات عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر اللي هي عملية الاختزال احسب كمية الكهربية المرة في موصل مقاومته 1000 أوم لمدة 30 دقيقة إذا كان فرق الجهد بيساوي 220 فولت أنا قلت قبل كده يا شباب المسألة اللي فيها ثلاث أرقام بتحلها بالطريقة اللي أنا هقولها دلوقتي اكتب القانون اللي هتجيب منه كمية الكهربية اللي هو كاف بتساوي ت في زين كمية الكهرباء بتساوي شدة التيار ت في الزمن طيب هنيجي بقى عشان نجيب الزمن ما قدامك 30 دقيقة بس هتضربه في 60 عشان تحوله إلى ثواني هيتفضل لك شدة التيار هتلاقي عطي لك المقاومة وعطي لك فرق الجهد يبقى هتقول له كده كاف بتساوي طب عشان تجيب شده التيار هتقسم فرق الجهد على المقاومه وهتضربهم في الزمن اللي انت اساسا حاطه في القانون، بقى عندك كده بص كام؟ تلاتة ج وميم وزين، طب ج عندك بكام؟ ب 220 فولت هتحطها فوق وز... وعندك المقاومه 1000 هتحطها تحت هتضربها في الزمن 30 دقيقة 30 في 60 يبقى هتحط 30 عشان تضربها في 60، لو انت ضيعت الصفرين من هنا مع صفرين من هنا وضيعت صفر مع صفر هيتفضل لك 22 في 3 في 6 والناتج هيطلع 396 والوحدة هتبقى كولوم أكمل ما يأتي تنتج الأعمدة الكهربية طيارا مستمرا بينما تنتج المولدات الكهربية طيارا مترددا تستخدم الطاقة النووية في مجال الطب في نقط ونقط بعض الأمراض يبقى في كشف وعلاج بعض الأورام مش الأمراض. التعادل هو تفاعل حمض مع قلل لتكوين ملح وميه. يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي يسمى دي إن إيه مرتبط مع بروتين. ودي طبعا خدناها في الترم الأول. اذكر استخدام واحد للريوستات المنزلقة طبعا التحكم في فرق الجهد والتحكم في شدة التيار وتغيير المقاومة. السؤال رقم ج بيقول استخدم الرموز في التعبير عن ناتج التلقيح الخلطي بين نبات بسلة ابيض الازهار مع نبات بسلة احمر الازهار كلاهما نقي كلاهما نقي موضحا الاباء والامشاج والجيل الاول والجيل الثاني هنشوف مع بعض كده المساله دي هنحلها ازاي عندنا اول حاجه احمر الازهار نقي بار كابيتال ار كابيتال يتزاوج مع ابيض الازهار اللي هو ار سمول ار سمول دول اللي هم البيرنتس او الاباء نجيب بقى الامشاج او الجاميتات نعمل انعزال عوامل يعني نبعدهم عن بعض كده الار دي في ناحيه والار دي في ناحيه يخصموا يعني بعض ابعدوا عن بعض وبعدين هجيب الجيل الاول الاف 1 هبتدي انا اخد الار من هنا مع الاتنين اللي هناك هتديني ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول والار دي معاهم هتبقى ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول الجيل الاول كله مية في المية هيبقى احمر هاجين هبتدي اخد اتنين من الجيل الاول واجوزهم يبقى ار كابيتال ار سمول مع ار كابيتال ار سمول دول البيرانس اتنين اجيب الجامطات اتنين اعمل انعزال عوامل ابعدهم عن بعض يخصموا بعض الار بعيده والار بعيده الار بعيده والار بعيده وبعدين اخد الار دي مع الار اللي هناك وهي مع البعيده يبقى هيدي لك ار كابيتال ار كابيتال وبعدين ار كابيتال ار سمول ده اللي هو الجيل الثاني وبعدين تاخد الار سمول ديت وتاخدها مع الاتنين التانيين يبقى ار كابيتال ار سمول ار سمول ار سمول هيديلك لك 3 نباتات احمر وواحد ايه ابيض الازهار يبقى النسبة بينهم ثلاثة الى واحد او خمسة وسبعين في المية احمر لخمسة وعشرين في المية الربع هيكون ابيض صوب ما تحته خط في العمود الكهربي تتحول الطاقة الكيميائية اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعي بواسطة العالم بيكوريل أو ممكن تقول هنري بيكوريل الصفات المكتسبة تنتقل من جيل إلى آخر وبدلها تبقى الصفات الوراثية علل اختار مدن لنبات البازلاء لإجراء تجاربه هنقول لسهولة زراعته وسرعة نموه وقصر دورة حياته وأظهر خنسة يمكن تلقيحها ذاتيا ويمكن تلقيحها صناعيا بواسطه الانسان وتعطي نبتاء تعطي في الجيل الاول اعداد افراد كثيره وتتميز بوجود صفات متقابله يمكن تمييزها. يوصل الفولتاميتر بكل من قطبي البطاريه في الدائره الكهربيه المفتوحه والاجابه لقياس القوه الدافعه الكهربيه. تفاعل حمض الكبريتيك المخفف مع براده الحديد اسرع من قطعه حديد لها نفس الكتله. هنقول له كلما زادت مساحه السطح في حاله البراده زادت سرعه التفاعل الكيميائي وضح بالمعادلات اثر الحراره على نترات الصوديوم اللي هي 2NaNO3 بالحراره هتدي 2 نيتريد صوديوم NaNO2 زائد الاو 2 او الاكسجين يتصاعد وضع خراطه المونيوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف يبقى 2 المونيوم مع 6 حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو دايل دي اي ال هيدينا 2 كلوريد الالمونيوم اي ال سي ال 3 زائد 3 هيدروجين يتصاعد اتش2 لفوق اختر الاجابه الصحيحه عند تسخين هيدروكسيد الفلز فانه ينحل الى اكسيد فلز فقط ولا اكسيد فلز وغاز ثاني اكسيد الكربون ولا غاز ثاني اكسيد الكربون ولا لا توجد اجابه صحيحه عند تسخين هيدروكسيد الفلز فانه ينحل الى اكسيد فلز وميه يبقى هنا لا توجد اجابه صحيحه الاكسده هي عمليه كيميائيه ينتج عنها زياده نسبه غاز الاكسجين. بيكون عامل الصفه الوراثيه متشابهان في الفرد النقي والمتنحي معا. اي مما يلي من الصفات السائده في الانسان العيون الواسعه. ماذا يحدث عند تعرض الانسان لجرعه اشعاعيه كبيره لفتره زمنيه قصيره؟ يحدث تدمير لخلايا النخاع العظام، يحدث تدمير للجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي والطحال. ثم يصاب الانسان بالتهابات في الحنجرة والجهاز التنفسي بسبب انخفاض عدد كرات الدم الحمراء ويحدث له اعياء ويصاب بالاسهال مسألة بتقول لديك اربعة اعمده كهربية متماثله القوة الدافعة الكهربية لكل منها واحد من عشرة فولت وضح بالرسم التخطيطي طريقة توصيلها معا للحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لها 2.4 واربعة من عشرة واربعة وثمانية من عشرة علشان اجيب 2.4 واربعة من عشرة من الاربع بطاريات هوصل معاه هوصل كده تلاتة على التوازي يبقى كده خلصت منهم كلهم مش هيطلعوا غير واحد من عشرة فولت لان انا لما بوصل على التوازي زي ما أنتوا فاهمين القوة الدافعة اللي هتطلع هتبقى القوة الدافعة لعمود واحد، احنا بنقول كل واحد واحد واتنين من عشرة فولت، كلهم هيطلعوا كام؟ واحد واتنين من عشرة فولت، يتفضل بقى عمود هنا معاهم الرابع احطه كده على التوالي، يبقى دول هيدوا اتنين وأربعة من عشرة، لأن واحد واتنين من عشرة من التلاتة دول زائد واحد واتنين من عشره من اللي جنبيهم على التوالي هيطلعوا لك اتنين واربعه من عشره، طب ازاي تطلع اربعه وتمانيه من عشره؟ طبعا هتوصلهم كلهم على التوالي، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، هنوصل سالب الاول مع موجب الثاني، سالب الثاني مع موجب التالت، سالب التالت مع موجب الرابع، يتفضل سالب الرابع مع موجب الاول، هنلاقيهم بيدوني اربعة وتمانية من عشرة فولت لان في حالتها في الحالة دي انت بتقول القوة الدافعة الكلية بتساوي واحد منهم واحد واتنين من عشرة في اربعة هيطلع لك باربعة وتمانية من عشرة فولت وهو المطلوب وبكده اصدقائي نكون خلصنا مع بعض حل امتحان محافظة بورسعيد 2017 اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة وانتظروني في حل باقي المحافظات ان شاء الله كان معكم معلم خبير محمد علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته